ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو التريلر الجديد واحد من الافلام المرتقبه في 2024، وهو سلسله افلام اكواي بليس والجزء الثالث، واسمه اكواي بليس داي 1. هو بصراحه من قبل ما ابص على اي تفاصيل في الفيلم، يعني من اسمه كده اكواي بليس داي 1 اكيد هيبقى فيلم بريكول لاول جزئين. والفيلم من كتابه ومن اخراج مايكل سارنوسكي، وهو نفس المخرج اللي عمل فيلم في سنه 2021، فيلم اسمه بيج، ودي من الحاجات اللي مقلقاني ممكن برضو شويه. يعني الفيلم من بطوله لوبيتا نيونجو وديجمن هونسو اللي كان طالع فيه الجزء اللي فات الجزء الثاني، وعندنا اليكس وولف. انا كنت شفت التريلر الاولاني بتاع الفيلم ده بصراحه، يعني ما حسيتوش، يعني ما كنتش متحمس قوي صراحه، لان يعني من اكتر الحاجات اللي ممكن تكون قفلتني شويه قبل حتى ما اشوف التريلر الثاني، لان انا كنت شايف تريلر 1 قبل كده، ان مش هيبقى فيه اميلي بلانت المخرج، مش هيبقى جون كرانسيسكي نفس الجزئين اللي فاتوا. انا صراحه قبل يعني ما اشوف التريلر الاولاني او التريلر ده حتى ما شفتوش لسه، عايز اشوفه، كنت اتمنى ان يبقى فيه سيكوال للجزء الثاني اللي هو الجزء اللي فات، لان المفروض ان الفيلم قفل عن يعني قفل اوبن اندي، فكنا عايزين نشوف سيكوال. فغريبه شويه ان هم لعبوا لعبه ان هم احنا هنجيبوا القصه وبعد كده هنجيبوا داي 1. بس انا اللي انا مستغربه شويه، يعني الجزء الثاني او افتتاحيه الفيلم بتاعه الجزء الثاني كان اوريدي كانوا جايبين داي 1، فغريبه شويه انه في الجزء الثالث هيرجعوا تاني داي 1 وهيتكلموا عن كل حاجه قبل ما كانت تحصل الكارثه بتاعت اكوايت بليس. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي اول مره، اكوايت بليس داي 1، يلا بينا. You can't have a cat in here. It's a service cat. The end of days. No more people. Run. اوكي، اكوايت بليس داي 1 بالتاكيد التريلر ده احلى من التريلر الاولاني بكتير. معاد عرضه هينزل في 28 جون او 28 يونيو. لا حلو، انا عجبني التريلر ده اكتر من التريلر الاولاني بكتير، يعني ورانا اكتر حاجات عن الوحوش دي اللي كانت موجوده حتى كمان في الاجزاء اللي فاتت. انا عجباني بصراحه لوبيتا نيونجو، يعني انا كانت اعتراضي بس حاجه، ان فكره ان هو مش هيبقى فيه اميلي بلانت وجوزها، يعني دي كانت من الحاجه اللي بصراحه مزعلاني، لان يعني انا عجبني جدا جون كرانزيسكي ولوبيتا نيونجو والاداء بتاع الطفلين او الطفله اللي هي اللي كانت موجوده في الجزء الاولاني والجزء الثاني. وكانت مفاجاه حلوه جدا ان الجزء الثاني حتى كمان كان فيه كيليان ميرفي، عمل اداء برده كويس جدا. ديجيمون هونسو ده الاسمراني، شاب الاسمراني ده ممثل شاطر جدا، انا بحبه جدا وعجبني قوي دوره برده في الجزء اللي فات، مبسوط ان هو موجود في الجزء ده. الله اعلم هل هنشوف ابطال الجزء اللي فات واللي قبليه هنا ولا لا، وهل احداث الفيلم فعلا از داي 1، هل احداث فعلا الفيلم هتكون قبل الجزء الاولاني والجزء الثاني؟ هو بالتاكيد من عنوان الفيلم يعني هيتفهم كده، يعني من عنوان الفيلم مكتوب كوايت بليس داي 1، داي 1 يعني المفروض ان هي قبل الكوارث كلها بتاعت الجزئين اللي فاتوا. فهل هنشوف ابطال السلسله بتوع الفيلمين اللي فاتوا؟ الله اعلم، بس ما اعتقدش، لان حتى اساميهم مش موجودين حتى في القائمه بتوع IMDb. فانا مع حبي لوبيتا نيونجو على فكره شاطره جدا، بس انا كنت افضل بصراحه الكاست بتاع الاجزاء القديمه. يعني انا كنت بحب جدا جون كرانزيسكي واميلي بلانت، حتى كمان هم متجوزين في الحقيقه، عشان كده كانت الكيمياء كانت بصراحه كانت كويسه جدا على الشاشه.
هل الفيلم ده هيكون على قد التوقعات؟ بصراحه مش عارف انا، يعني نسبه يعني نسبه ترقبي ممكن تبقى للفيلم ده ممكن تبقى 7/10 مش اكتر من كده، لان بصراحه مش عارف ممكن يعني اصلا برضو نفسي افهم الفيلم ده برضو يعني في مرور احداث يعني بتاعت الفيلم هيروح لفين، يعني فاهمين قصدي، يعني احداث الفيلم هتروح لفين. هل داي 1 كان جون كرنزيسكي واميلي بلانت كانوا موجودين في نفس الوقت بس في وقت في مدينه تانية مثلا او في نفس المدينه بس ما تقابلوش هم مع لوبيتا نيونجو؟ ما الله اعلم، انا مش قادر افسر، بس يعني عندي احساس ان ممكن يعني بطريقه ما ممكن ابطال الاجزاء الجزئين اللي فاتوا يعني ممكن يظهروا كيميو مثلا في الفيلم ده، او ممكن يظهروا في الاخر في كريديت سين مثلا، يعني حاسس ان حاجه زي كده ممكن تحصل. بس على فكره اختيار لوبيتا نيونجو بصراحه انا شايف انه اختيار موفق جدا، انا عن نفسي انا بحبها جدا وبحب تمثيلها، فانا شايف ان اختيارها موفق جدا في الفيلم ده. يعني على قد برضو ما انا معترض ان الناس القديمه مش موجوده، بس لوبيتا نيونجو انا شايف ان هي ممكن تعمل شغل كويس جدا، وده حتى كمان بان من التريلر، وهي اصلا ممثله شاطره يعني من ايام 12 years a slave اللي خدت عليه حتى كمان الاوسكار، يعني هي ممثله شاطره يعني حتى كمان في فيلم قص، يعني من الافلام الاندر ريتد بصراحه اللي مش بلاقي ناس كتيره بتحبها بس انا بحبه عن نفسي يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن كوايت بليس دي 1. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اسمها هومالون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.